الحمد لله يا ربي لاباس، والعمليه معنا نجحت الحمد لله. كيف كانت العمليه غادي في باريس؟ كيفاش عملت في باريس؟ اللي عملت نهار 5 جوان يظل لي كل شيء معناتها تعدى مريق اللي يظل لي نجحت ان شاء الله يا ربي. معناتها باش نبدا في السوان معناتها نتاعي، وان شاء الله القادم ديما خير ان شاء الله. يعني نعرفوا اللي تو مهند علي عمل عمليه على ليغامون كروزي، وقتاش ان شاء الله الجمهور النادي الرياضي الصفاقسي يعاود يرى مهند علي في الميدان على الاقل يجري؟ قدرة ربي جري معناها نرجع بعد شهرين اخرين ان شاء الله، لكن العودة للتيران ان شاء الله بعد 4 شهور اخرين ان شاء الله. مهند اليوم النادي الرياضي الصفاقسي بيان سور ترجع الفينال، كيف باش يكون الماتش اليوم؟ والله يظل لي السلاسة بدا بالبارح في الليل، ان شاء الله يا ربي معناها اليوم نربحوا ان شاء الله، نفرحوا معناها الجماهير نتاعنا، وان شاء الله نفرحوا الصفاقس معناها الكل اللي تعودت معناها تو بالاحتفالات والفرحه وكل شيء ان شاء الله. ندري هذا الصفاقس يتحصل على الكوب، تسمى دوبلي ولا تسمى دوبلي؟ تسمى يظل لي في عام واحد اي صحيح، لكن في عام واحد معناها صاروا هذوما زوز، ان شاء الله يا ربي الشبان هذوما يدخلوا تاريخ من الباب الكبير ان شاء الله. ميرسي ومشكورين برشا فوت بليس.